وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفتنا اليوم يمنية تحمل الجنسية السويدية، لكن قلبها وحسها وإحساسها ما يزال معلقا في اليمن، هناك حيث أبصرت النور وعاشت وكبرت. الناشطة المجتمعية بشرى يحيى، نرحب ببشرى، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بشرى. يا أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحييك بشرى. طبعا معنا مجموعة أسئلة دائما نسألها في البرنامج، بعدين بننتقل للأسئلة اللي نتعرف فيها عليك أكثر. مستعدة؟ طبعا. السؤال الأول كالعادة، أوصفي نفسك بكلمة. سؤال صعب. أوصف نفسي بكلمة؟ شجاعة. جميل. أكثر وسيلة تواصل تستخدميها؟ تقريبا كنت أتواصل وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك، انستغرام، تويتر، واتساب. وأجمل مكان زرتيه في حياتك؟ أماكن جدا كثيرة، بس أجمل مكان عدن. جميل. مكان تتمني زيارته؟ طلالة في عمان. وشخصية تتمنى مقابلتها؟ كثير شخصيات بصراحة، بس كنت متمنية أتمنى مقابلة شخص بس توفي للأسف. سمي؟ نزار قباني. كان عندك سؤال أسأله إياه. سؤالك إيش كان؟ لا خلاص بلاها، متوفي الله يرحمه. الله يرحمه. طيب مجال دراستك بشرى؟ أنا معايا بكالوريوس لغات بالإنجليش، وعندي خلفية بسيطة كمان باللغة الفرنسية، أخذتها من جامعة صنعاء. جميل. طيب بشرى، احنا استضفناك اليوم عشان نتكلم عن حملة التبرعات اللي اطلقتيها لاطفال اليمن من السويد، لو تحكي لنا عن هذه المبادرة. في البداية انا هذه الحملة كانت موجودة في بالي بصراحة من زمان، من اول ما بدأت المجاعة خصوصا عند اطفال اليمن، بس ترسخت هذه الفكرة برمضان، وزي ما الكل يعرف انه احنا هنا في الدول الاسكندنافية صوم وقت جدا طويل، تقريبا ممكن يصل لعشرين ساعة وشوي. فهذا اللي في فترة الصيام رسخت فيني الفكرة انه كيف احنا نصوم متحملين هذا الوقت، بس في النهاية احنا عارفين انه في وقت حيجي من شان ناكل، بس في غيرنا جائعين طول اليوم او طول السنة مش عارفين متى حيوصلهم اكل من شان يشبعوا جوعهم ويروا عطشهم. وهذا الشيء رسخ فيني فكرة انه لا، لازم اعمل شيء واساعد الاطفال المتعرضين للمجاعة. جميل. ايش اللي خلاك تبقي تفكري بالاطفال رغم انه الانسان لما ينتقل الى مكان اخر الى حياة افضل دائما ينسى الماضي، دائما ينسى الاحزان، دائما يعيش الحياة اللي عايشها، يعيش السعادة اللي الفرصة اللي حصل عليها يعيشها في سعادة. انت كيف جت لك الفكرة وايش خلاك ترجعي لاطفال اليمن وكيف كانت البداية؟ أنا فكرت بأطفال اليمن لسببين. السبب الأول لأنه الحمد لله رب العالمين الله رزقني بالطفل غيث، وهذا الشيء رسخ فيني معنى الأمومة وكيف شعور أي الله يسعدك، رسخ فيني معنى ومشاعر الأمومة وكيف ممكن أحد أو أي أم تشعر بأنه طفلها ينقص شيء. الشغلة الثانية خلاني أركز على أطفال اليمن بسبب انه اللي لاحظته هنا بالسويد كيف يعاملوا الطفل. هنا طبعا بالسويد معاهم الطفل نمبر 1، يعني مستحيل شيء قبل الطفل. فشفت انه اطفالنا باليمن فعلا مش عايشين طفولتهم، فعلا يعني مش عايشين طفولتهم ابدا ابدا ابدا، وهذا الشيء خلاني انه ممكن افكر فيهم واساعدهم قد ما اقدر. فاتمنى ان انا قدرت ارسم على وجه البعض منهم ابتسامه بسيطه يعني.
جميل. طيب هل ممكن نعرف الآلية اللي تساعدي فيها الأطفال؟ هو بصراحة أنا بدأت بحملة تبرعات عن طريق حسابي بفيسبوك، عملت دعوة لأصدقائي، كتبت على إنه إحنا حابين نجمع تبرعات لأطفال اليمن، وعطيتهم إنه هم معظمهم عارفين إيش اللي صاير باليمن، وعطيتهم نبذة مختصرة عن اللي صاير باليمن. ومن قبل ما أبدأ أنا الحملة بصراحة في كثير من أصدقائي السويديين والأوروبيين كانوا دائما يسألوني عن الأطفال وكيف ياكلوا وكيف يشربوا والعلاج وهذه الأشياء الأساسية. فبمجرد عملت الحملة جدا كلهم تفاعلوا تفاعل مش طبيعي، لدرجة إنه في كثير تبرعوا أشخاص سويديين من غير أنا ما أعرفهم ولا عندي أي تواصل معهم. جميل، مثل ما أنت قلتي عندهم الطفل رقم واحد. طيب في كل حملة أو مبادرة لازم يكون في معوقات تواجه الشخص اللي يقوم بها، إيش المعوقات التي واجهتك خلال تنفيذ هذه المبادرة؟ بصراحة ما حسيتش أي معوقات إجتني هذه الحملة، الحمد لله رب العالمين، كل شيء كان سهل وبسيط والحمد لله كل شيء مشى على ما يرام. طيب أنت قلتي بدايتك كانت في الفيسبوك، الآن هل لديك مؤسسة أو ما زلت تعملي بصفة فردية؟ بصراحة أنا لسه عاملة بصفة فردية، وأنا عاملة بصفة فردية لأن مع الأسف أنا ما أثقتش بكل المنظمات بصراحة، أنا اشتغلت مع أكثر من منظمة وشفت كل شيء بعيني، لأنه الشغل مع المنظمات ممكن ياخذوا نص المبلغ والنص الباقي ممكن يوزعوه، فأنا اشتغلت بصفة شخصية وحتى المبلغ اللي وصلني رسلته لأهلي وهم بنفسهم راح يوزعوه للأشخاص المستحقين. طيب تكلمتي على المبالغ اللي جمعتيها، كم المبلغ اللي جمعتيه إلى الآن لو تقدري تقولي؟ هو مش حابة أنا أتكلم بالضبط كم المبلغ، بس ممكن أحكي لكم إنه المبلغ اللي ارتسل لليمن وتوزع تقريباً 2000 وشوي دولار. جميل. طيب كل حملة تحتاج دعم مادي عشان تستمر، هل هناك جهة معينة إلى جانب الأصدقاء تقدم لك هذا الدعم بشكل مستمر؟ لا والله بصراحة الحين ما في أي شيء، بس أنا أسعى للحصول على هذا الدعم وإن شاء الله يضبط. طيب هل في تسهيلات ومتعاونين في اليمن؟ طبعا كثير كثير بصراحة لهم؟ وكثير اللي على طول أو عن طريق الفيسبوك بصراحة وصلهم خبر عن الحملة وكثير تواصلوا معايا وعرضوا إنه ممكن يساعدوني بطريقة ما، ممكن يكونوا متطوعين بالتوزيع، ممكن يعني بطريقة وبأخرى عرضوا مساعداتهم وجدا أنا ممنونة لهم. جميل. طيب لما تجلسي مع نفسك تحسي انك وصلتي بالحمله للنتيجه التي كنت تتوقعيها؟ بصراحه انا كان هدفي جدا بسيط جدا جدا، فلما وصلت للهدف اللي كان في بالي الحين صرت اطمح لشيء اكبر. جميل. وهو هذا الشيء اعطاني جدا دافع اني لازم اعمل. بصراحه اكثر من فكره جات على بالي بعد ما تحققت وبعد ما حققت هدف الحمله، اكثر من شيء اجى ببالي انه لا لازم استمر، لازم اعمل شيء، لازم اروح انا بنفسي لليمن اقابل هذول الاطفال اساعدهم بطريقه او باخرى. اجت كثير افكار ببالي حرتبها وان شاء الله نعمل شيء. جميل. طيب كلمه توجهيها للمغتربين خارج اليمن؟ الكلمه الوحيده اللي ممكن اوجهها لهم انه فكروا وحسوا اللي عايشين باليمن بس، وهم يفسروا هذه الجملة زي ما هي. جميل. طيب طموحاتك الشخصية على المستوى الشخصي وعلى مستوى هذه المبادرة؟ على المستوى الشخصي أنا بدأت سعي للحصول على برنامج الماجستير من إحدى أكبر الجامعات هنا في السويد وأوروبا، هي جامعة غوتنبرغ، وان شاء الله احصل على المقعد قريبا باذن الله. اتمنى لك ذلك. اما على صعيد الحمله، الله يسعدك، مشكوره. اما على صعيد الحمله طموحات جدا كبيره، ومن ضمنها انه حملتي تستمر وكل الاشياء اللي تحصل عليها او كل التبرعات اللي اجمعها لهذه الحمله توصل للي فعلا مستحقين التبرعات ومحتاجين.
بشرى، بنختم هذه المقابلة بهذا السؤال الأخير. أنت اشتغلتي في منظمات وعارفة كيف طريقة شغلهم، هل تفكري بتحويل مبادرتك إلى مشروع؟ مشروع منظمة؟ نعم. بصراحة الفكرة جدا واردة وأتمنى هذا الشيء. بس الشيء اللي حاعمله بالمنظمة حتفادى الأشياء كانت تصير في بعض المنظمات اللي اشتغلت فيها. وكمان حاشترط انه منظمتي لازم تكون كلها طوعيه، اي احد حابب يشتغل بهذه المنظمه لازم يكون متطوع عشان افكر ما اصرف المبالغ اللي تيجي للمنظمه مجرد معاشات، حابه كل المبالغ تروح للمستحقين والمحتاجين. توفيرا للنفقات التشغيليه، بشرى يحيى الناشطه المجتمعيه، اشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا على الاستضافه واحييكم على هذا البرنامج و أتمنى للجميع التوفيق في كل مجالات الحياة في اليمن، في السويد، في كل العالم. شكرا لك.